يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندنا مدرس يدعي أن هناك خلافا بين أحاديث الشفاعة. خلافا أن هناك خلافا بين أحاديث الشفاعة وبين تقرير مسألة أنه لا إيمان بدون عمل، فينصح طلابه بعدم الخوض في مسألة تارك جنس العمل، حتى إنه يقول: وكنت دائما أكره الخوض في جنس العمل، فإن ناقشني أحد وآخر اعترضت عليه بأحاديث الشفاعة، فكيف نرد عليه وفقكم الله؟ وهل هناك تعارض بين أحاديث الشفاعة وبين غيرها؟ أولا يجب على المدرس أن يدرس الكتاب المقرر ويشرحه على المطلوب، ولا يجيب آراء وأفكار من عنده أو فهم من عنده، لأن هذه أمانة في ذمته، لا يجوز له يدخل الأشياء من عنده أو من فهمه، وإنما يدرس الكتاب المقرر ويضبط وما يعجز عنه يتركه توقف فيه. أما أنه يجيب أفكار من عنده ويقول أنا وأنا أنا أرى كذا، وأنا من أنت ترى كذا؟ ما أنت بشيء، أنت مجرد أنك تشرح عبارات العلماء فقط، إذا فهمت وما فهمت توقف فيها، هذا هو المطلوب من المدرس. أما الخوض في جنس العمل والخوض هذا مفروغ منهن، أي أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، ما يكون إيمان إلا بهذه الثلاثة: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، فإن نقص واحدا منها لم يكن إيمانا. يكفينا هذا، ألا تدخل جنس العمل ولا نوع العمل ولا كذا ولا كذا؟ نعم.